كلنا بنحب ابو فروه مشوي. النهارده هندخله في الكوكيز، طعمه يجنن. 130 جرام ابو فروه مشوي، 100 جرام زبده، كوب دقيق، تلت كوب سكر بودره، صفار بيضه، نص ملعقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، هننزل الحليب. هنخلط المكونات، هنشكل العجينة، هنحط كوكيز في الفرن تسخن درجة الحرارة 180 لمدة 15 دقيقة. الله، شكلهم جميل جدا وأكيد طعمهم هتعجبكم جدا. يلا اعملوهم النهاردة. جميع وصفاتنا موجودة على موقع الوصفة.com.